السلام عليكم. أغلبية طريقة الفقهاء والمفسرين في التعامل مع المؤمن العادي هو أنهم يعتمدوا معاه الترغيب والترهيب. الترغيب في أنهم يطمعوه في الجنة، والترهيب في أنهم يخوفوه من النار. كل طريقة شائعة ومؤكد أن تعطي أكلها أحيانا، يعني تنفع أحيانا. مؤكد أن يفهم بعض الناس اللي ما يعملوش شر، ما يضروش العباد الآخرين لأنهم خايفين من غضب الله عز وجل. ولكن مؤكد أن يفهم الناس أيضا ما يضروش بالآخر، لا فقط لأنهم خايفين ومش لأنهم خايفين أصلا، ولكن لأن الناس هذوما في تركيبتهم النفسية العميقة شبه أسوياء، لهم فماش إنسان سوي 100%، ولكن ما يلقاوش متعة وما فماش داعي بالنسبة لهم لإلحاق الضرر بالآخر. الناس هذوما همش في حاجة إلى الترهيب مش ما يعملوش حاجة خائبة. أكثر من ذلك، فإنه رغم الأسطوانات الكبيرة متاع الترهيب الموجودة، ورغم الردع ورغم العقاب بطرقه بأنواعه، فإن الذنوب والأخطاء ما زالت موجودة، ما زالوا الناس يغلطوا. وباش عباد انت تزيد ترهبهم اكثر وتخوفهم اكثر وهم يغلطوا. اللي تربحوا من الترهيب هو انهم يشعروا بالذنب اكثر، هو انهم يتعذبوا من الشعور بالذنب ويعاود نفس الخطا باعتبار ان الاسباب نتاعو قد تكون اعمق واعمق. ثم برشا ناس يحكيو لكم على الترهيب، ثم برشا ناس يحكيو لكم على عذاب القبر، ثم برشا ناس يحكيو لكم بالضبط على شنو باش يصير يوم القيامه وكانهم موجودين، في حين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدنا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر. ولهذا من ناحيه هذه احنا متهنيين. انا نحب نحكي معكم اليوم على رحمه الله عز وجل، على حب الله عز وجل. وباش ننطلقوا من بعض الاحاديث، من حديث اول للرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان جالس مع اصحابه. تعدت امراه عندها وليدها صغير بالبيت رضع فيه، فزار الرسول المرأة هذيك والولد اللي ترضع فيه وقال لأصحابه: هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتصوروش المرأة هذه تلوح ولدها في النار؟ قالوا له: لا طبعا يا رسول الله، كيفاش تلوح ولدها في النار؟ هي بيبي صغير فرحانة به وترضع فيه وحاني عليه. قال لهم: فإن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. صدق رسول الله. هذا واحد. الثاني حديث قدسي يقول أنه يوم القيامة ثم راجل أمر به باش يمشي لجهنم للنار، التفت إلى الله عز وجل وقال له: يا ربي لقد كنت حسن الظن بك. قال الله عز وجل: اتركوا عبدي، يعني ما تدخلوش للنار، لقد كان حسن الظن بي. طبعا الغرض من الحديث هذايا مش أنه دخول للنار والجنة هو صدفة أو اختيار، لا لا، هي بعد رمزي. أن حسن الظن بالله معناه أنه الإنسان يطمئن إلى الله عز وجل، معناه أنه يشعر في قرارة نفسه بأن الله راضي عنه. أكثر من ذلك، ثم حديث آخر يقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أقر لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. سمع عمر بن الخطاب بالحكاية ضرب على صدره كما يقول الحديث ومشى، قال: مشكل كبير هذا، ما تقولوهاش، ما تذيعوهاش بين الناس، الكلام هذا متاع رسول الله خبيوه ما تقولوش، لأنه نخاف للمسلمين يتكلوا عليها، يعني يتكلوا على كلمة لا إله إلا الله وما عادش يعملوا الصالحات. نفس موقف عمر هو موقف أبو ذر في حديث آخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. قالوا أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قالوا: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات، وفي الآخر قال له: وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر. صدق رسول الله. مش معنى هذا أنه ثم تسامح أو دعوة إلى الزنا والسرقة، لا، ولكن معناه أنه ثم طريقتين في التعامل مع الأمور. طريقة لقيناها من أبي ذر ومن عمر اللي تقوم على تصور قائم على الحساب للثواب والعقاب، والطريقة الثانية اللي من خلالها الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي لأبعاد أخرى في ذات الإنسان. هو كيقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الإنسان اللي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الإنسان اللي يكون مؤمن بالحق، مش مؤمن بالرياء ولا مؤمن بالعادة ولا مؤمن بالاتباع ولا مؤمن خاطر تأثر بكلام شخصي فترة معينة ولا مؤمن خاطر مرض ولا خاطر ثم شخص قريب مات له إلى آخره إلى آخره، ولا خاطر كبر في العمر. الإنسان اللي عنده إيمان عميق يقول لا إله إلا الله خالصا من نفسه، هو لما يسمع برحمة الله هذه به
مش مسألة خوف وإلا طمع وإلا يقول لا يا هاوش ادخل الجنة ما يهمش نعمل ليه حد. ده كان وصول آمن بالحق قال لا إله إلا الله، وعرف معنى العميق لكلمة لا إله إلا الله، وعرف وضع الإنسان في علاقته بوضع الإله، فإنه يستحي من الله عز وجل أنه يعمل حاجة خائبة. تبع كلنا خطائين ولكن بدرجات. الإنسان هذا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عليه هو الإنسان اللي فعلا يكون يعرف معنى الإيمان الحقيقي. في بعض الأحيان احنا شخص قريب ولا حبيب نحشمه منه باش نضروه ولا باش نعمله حاجة خائبة قدامه، فما بالك بالله عز وجل. إذا كان الله عز وجل شملنا بالرحمة هذه الكل، شملنا بهالرحمة العميمة الكبيرة اللي ما عندها حتى حد، إلى درجة أنه يقول الله أرحم بعباده من المرأة هذه اللي ما ترميش ولدها في النار. فإنه الإنسان احتراما لهذه الرحمة، خشوعا لله عز وجل، حبا لله عز وجل، يولي يستحي من أنه يعمل حاجة خائبة، مش لأنه يرهبوا بكذا وكذا وكذا، ولأنه خايف ومرعوب، وفي نهاية الأمر خايف ومرعوب ويعمل نفس الشيء باعتبار البعد الإيماني العميق فيه مش موجود. فالعصر هذايا، فالعصر هذايا اللي فما تكالب غريب على البعد الاستهلاكي في الإنسان، مع أن شيء ضد البعد الاستهلاكي، الإنسان كائن استهلاكي ولكن مش كائن استهلاكي فقط. اللي فما التكالب على جانب المادي، واللي ما نتحدثوا كان على الفلوس ونلاين المليارات وننساو جوهر الإنسان ذاته، شنو هو من داخل، شنو في مخه، شنو في قلبه، شنو في روحه. فالعصر هذايا يلقوا فيها بعض رجال الدين يكفروا الناس المسلمين، يكفروا حتى الدول، وينساو أنه في الإسلام ثم حتى وساطة بين الإنسان وربه، وأنه حتى حد ما يجم يكفر حد، وحتى حد ما يجم يقول حد مؤمن، وحتى حد ما يجم يقول هذاك باش يدخل الجنة، وحتى حد ما يجم يقول هذاك باش يدخل النار. فهالعصر اللي نلقاو فيه مسلمين يتناحروا ويتقاتلوا ويتذابحوا لأنهم من فرق مختلفة، ونلقاو فيه مسلمين في بقعة توجد بيناتهم الحب، بتوجد بيناتهم الكره والمقت لاختلاف في مظهر شكلي أو في رأي أو في فكرة تخص الدين، في حين أنهم كلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. في هذا العصر هذايا ما فيها بس كان نتذكر مع بعضنا رحمة الله عز وجل، ونتذكر أنه هذه الرحمة هي مسؤولية في رقبتنا قبل كل شيء، مسؤولية تخلينا الكل نستحي من الله في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر، ونكتشف أمر أساسي في أعماقنا ربما نسيناه في ظل الحديث عن الترغيب والطمع في الحور العين، وفي ظل الحديث عن الترهيب والخوف من عذاب القبر، هو الحب. هو أن نحب الله عز وجل ونحب بعضنا، وإذا كان هذا حصل، إذا كان وصلنا حققنا الحب هذا، فإنه الباقي كله يجيب طبيعته من غير حتى عنف ومن غير حتى حسابات ومن غير حتى شيء. نرجو من الله عز وجل أن نكون من الناس ليغمرهم بحبه، ونرجو أن نكون كما قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم.